بسم الله الرحمن الرحيم. لمعة المشرق في علم المنطق، نظم فضيلة الشيخ الدكتور قاسم النعيمي. قال الناظم حفظه الله: المقدمة. أبدأ من بعد بسم الله، مفتتح النظم بحمد الله، ثم الصلاة والسلام الأكملا على النبي وآله ومن تلا. وهذه منظومة رجزية في عصمة الفكر من الرزية، تحكي علوم المنطق الإسلامي من بعد تهذيب على اليوناني. فالاشتغال به صحة الفكر أو الفساد بهما قد انحصر، فالأول يوصل للتصور والمقصد الثاني إلى التصديق. ثم لكل مبدأ ومقصد كلية، والقول هو المقصد. فدارس العلوم محتاج له، في كل علم قد يرى تقديمه، وكل هذا حسن وموجب ما دام ذاك للمبادئ يعرب. فنسأل الله لنا الهداية وعصمة الفكر من الغواية. مبادئ الفنون. مبادئ الفنون تقسم عشرة، موضوعها والحد ثم الثمرة، نسبته والواضع وفضله، ما يستمد واسمه وحكمه، مسائل وبالجميع يكتفى، وعالم بها يحوز الشرفا. تعريفه وتقسيمه: فالمنطق آلة ليس غاية، تماشيا مع العلوم عامة، موضوعه المعاني الكلية، موصلة للكشف للذهنية. فبحثه ينقسم قسمان، لهيئة ومادة نوعان. فكل مخلوق يكون بحاجة مخلوقه، فتلك ذي المقدمة، بالفكر والعقل أتاه الحكمة ليبلغ الكمال والسعادة. نشأته. قد نشأ المنطق في اليونان، غايتهم يقضوا على الأديان. قد انبرى جماعة وعارضوا، سقراط أفلاطون أرسطو. أرسطو قد وضع شروطه، الصوري قد زادوا كليته. ترجمه العرب في دولة بني عباس إلى العربية، هذبه إمامنا الغزالي، تبعه الإمام فخر الرازي، من حيث ضم جهده لجهده، وحسنوا قواعد أركانه. فالعلماء سلكوا من بعدهم، واستدركوا لكل ما قد فاتهم. ثم فلا يعني بأن العربي لا يعرف بفطنة ذا المنطق حكم الاشتغال به. اختلف الخلف على اشتغالي به على ثلاثة أقوالي: الأول في حكمه استحبابي لعالم السنة والكتاب، من حيث لا غنى عن الأحكام والذود عن عقائد الإسلام. ثانيهما في حكمه الجوازي لكي يكون عونا على التمييز. والثالث التحريم مطلقا، ابن الصلاح والنووي حرما خلافهم في المنطق المختلط، وجوز في المنطق المجرد، وفرقوا بين البريد والذكي، جوازه ذو فطنة ذاك الزكي. أنواع العلم. ما يظهر حتما هو الحضور، وصورة في العقل ذا الحصول، وعلم ربنا تصور علم، حقيقة لا صورة فهم، وكل إدراك بحاجة إلى تأمل وفكر ذا منسجما. ضرورة العلم بديها يحصل، والنظر أن تستدل يكمل. الدلالة أقسامها: دلالة تنقسم قسمان، لفظية وغيرها قسمان. لفظية تنقسم ثلاثة: وضعية، طبيعية، عقلية. فاللفظ ما دل على ما وافقه تعرف ذا دلالة المطابقة. ثانيهما ما كان يلتزم ذهنا بجزء معناه التزم. أقسام اللفظ: اللفظ قسمان يكون فمهمل، وقسمه الثاني فذا المستعمل، ويقسم الثاني إلى مركب، وعكسه يكون ذاك المفرد. تحقق المركب أربعة: لفظ ومعنى أن تكون مقصودة. إذا انتفت تلك القيود الأربعة تحقق المفرد ذا من منبعة. أقسام المفرد: ويقسم إلى ثلاثة، وهي اسم، أداة، ثم والكلمة. أقسام المركب: مركب قسمان ينقسم، تام وغير ذاك قد وسم. أقسام الاسم:
ينقسم الاسم إلى ثمانية: علم تواطؤ، حقيقة آتية، ترادف، مجاز، والمشكك منقول، واللفظ أتى مشترك. ينقسم ذا الاسم في مفهومه جزء وكل، وكذا معلومه. مبادئ التصورات الكليات الخمسة: كلية خمس تكن بلا نقص، جنس وفصل عرض ثم الأخص، أولها جنس قريب لا شتط، ثم بعيد مثل هكذا وسط، جنس بعيد أربع قد ينقسم، علو وسفل وسط مفرد وسم. مقاصد التصورات: تصور وما به حيث وصل، بقول شارح بخط قد وصل، والرسم والمثال قد توصلا، كحجة سمه عند العقلا. مبادئ التصديقات: مبادئ التصديق ذا مضمونها، قضية وحكمها مقصدها، قضية لحكمها مشتملة، حملية شرطية مكتملة، موضوع والمحمول في الحملية، مقدم والتالي في الشرطية، حكم على المجموع ذا كلية، والحكم للبعض هو الجزئية، عليه محكوم فذا الإفراد، تنحصر في خمسة أعداد. طبيعة مهملة كلية، قضية جزئية شخصية، وكل ما قد يقطع بصدقه صدقا كقول الله مع رسوله، وما قطع بكذبها كالمدعي، مسيلمة الكذاب أنه نبي، فإن قطعها يجئ بالنظر إلى الدليل القاطع ذا المعتبر، مركب للخبر ذا يحتمل صدقا وكذبا ذاك هو المحتمل، إلا إذا التركيب أصلي أتى عقلا مع النظر فيه يعتنى. أقسام القضية: ثم القضية تنقسم قسمان: حملية شرطية للثاني، فاحكم عليها بالثبوت الموجبة أو بانتفاء للثبوت السالبة، مثال وصف لعلي بالكرم ونفي بخل عن محمد العلم، موضوع والمحمول في الحملية، مقدم والتالي في الشرطية، أطلق على الأول بالموضوع وجزه الآخر بالمحمول، ومنهما ذو النسبة الحكمية، ثبوت أو نفي عن القضية. حملية إما تكون شخصية، إما تكون مصورة كلية، إما تكون مصورة جزئية، إما تكون مهملة جزئية، وكلها سالبة أو موجبة، بالعد تصبح كلها ثمانية. والصور ما دل على الأفراد أربعة أنواع بالأعداد. القضية الشرطية: بالربط بين طرفيها قد حكم، فإنها الشرطية حيث تنقسم، كما سبق شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة، لكنها وفق العناد اتصلت بأدوات الشرط قد ارتبطت، أجزاؤها مقدم والتالي، منفصلة أو هي ذو اتصال، متصلة لازمة متفقة، منفصلة ذات أجزاء مانعة، ذات خلو أو هما الاثنان، حق هو الأخص دون مين. التناقض: تناقض هو اختلاف في قضية بالسلب أو إيجاب، موجبها حتما تكون صادقة، والسالبة الأخرى تكون كاذبة، فإن تكن شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف حتما يجعله، تحقق للشرط بالزمان ووحدة الموضوع والمكان، ووحدة المحمول والإضافة، والجزء والكل له إضافة، ووحدة القوة ثم الفعل، شروطها الثمانية في العمل، ثم اتحاد آلة والحال، ووحدة النسبة والمفعول. العكس المستوي: إن تعكس الجزئين في القضية مع بقاء الكم والكيفية، تبدل الأطراف في الحملية، كذلك الحال مع الشرطية، والعكس باللزوم للطبعية، لا الخستان فاعرف القضية، تلحقها المهملة السلبية، قوتها كقوة الجزئية، فالعكس هذا لا يكون أبدا بذات الطبع، فافهم ترشدا. مقاصد التصديقات: القياس ثلاثة ينقسم الدليل: قياس واستقراء والتمثيل، والعمدة في كلها القياس، عند القدامى تلكم الأجناس،
مقصده من القضايا قد جرى فينتج بالذات قولا آخر. ثم القياس ينقسم قسمان، الأول سمه ذو اقتران، ما كان للنتيجة قد اشتمل نقيضها بقوة فقد حصل، كحكمك العالم بالتغير ينتج عنه حادثا ذا كثري. وركب المقدمة بما يجب مختبرا صحتها مما يعب، كحدها الأصغر ثم الأكبر وحدها الأوسط ذا المكرر. ثم انظر الصحيح باندراجه، لا يفسد القياس من ملزومه. مقترن الحملي ينقسم بالضرب والشكل بذلك وسم، فالضرب من مقدمات أربعة، أربعة للشكل ذاك حاصلة، القياس الاقتران الشرطي. الثاني هو الاستثناء، قسمان ينقسم بلا امتراء، مركب بالفعل لا بالقوة، بالشرط قد دل على النتيجة. أقسام القياس باعتبار مادته. أما القياس باعتبار المادة أقسامه تركبت من خمسة، برهان والجدل كذا الخطابة، رابعه الشعر كذاك السفسطة. الخاتمة. قائل هذا قاسم النعيم، راجي الإله للعفو والتكريم، من كل ذنب قد جنى في عمره هو الغفور طامعا في عفوه. ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد والآل والصحب وكل من سعى لنشر علم وجه ربه ابتغى. أبياتها قد بلغت قيدها عام الفضا كالنرجسية.